بشكل عام نحن الأسبوع الماضي كانت باختبار في كلا السوقين اختبارات مستويات مقاومة جديدة، كانت مستويات 5000 في دبي وحوالي 5100 في أبو ظبي. اليوم أو هذا الأسبوع أيضا نشهد مستويات جديدة من الممكن أو من المتوقع أن تختبرها الأسواق المحلية الإماراتية. في سوق دبي اللي هو 5100، أما بالنسبة لسوق أبو ظبي هو مستويات 5200. هنالك التفاؤل واضح، يعني عودة الثقة عادت بشكل طبيعي إلى الأسواق الإماراتية هاني، خصوصا بعد يعني مع توقعات المحللين بنتائج الشركات النصف الأول أو الربع الثاني من العام الجاري والمتفائلة بشكل عام خصوصا في القطاعات العقارية والمصرفية في كلا السوقين، وهذا قد بدأ جليا وواضحا في إلى الآن إلى الشركات أو خصوصا البنوك التي أعلنت عن أرباحها إلى الآن. هناك بنك دبي التجاري ارتفاعات جيدة جدا حوالي 17%، حتى بنك الاستثمار في أبو ظبي ربما لا تكون هذه يعني أسهم المصارف هي نشطة، ولكن على الأقل هي تشير أو تعطي مؤشر نوعا ما. بالنسبة إلى سهم سوق دبي المالي كانت ربما تكون استباقية التي عمليات الارتفاع التي رأيناها خلال الأسبوع الماضي، نشهد الآن عمليات جني أرباح على السهم، ارتفاعات جيدة جدا يعني بالنسبة في هناك نمو في صافي الأرباح حوالي 4 أضعاف في بالنسبة للنصف الأول من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبطبيعة الحال يعود ذلك إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية نتيجة ارتفاع قيم التداولات في الأسواق الإماراتية. في سوق دبي المالي لوحده ارتفعت حوالي 300% أو أكثر من ذلك خلال النصف الأول إذا ما قارناه بنفس الفترة من العام الماضي، وبالتالي بطبيعة الحال سوف ينعكس على الإيرادات التشغيلية للشركة، وهذا كان متوقع بالنسبة لسهم سوق دبي المالي. هذا بشكل عام ماذا يحصل في سوق دبي. أما في سوق أبو ظبي يعني بالنسبة للاتصالات هنالك العديد من الأعين على القطاع العقاري والقطاع المصرفي أكثر من الاتصالات. الاتصالات ربما يكون بالفعل هو يعني سهم ذات وزن وذات صيت بالنسبة للاستثمار في سوق أبو ظبي، ولكن الأعين أو التركيز معظم المستثمرين المحليين على هي قطاع المصارف وقطاع العقارات في كلا السوقين وأيضا في سوق أبو ظبي. هنالك العديد من المصارف القيادية التي تقود قطاع المصارف في الإمارات بشكل عام سوف تكون عليه الأعين، العديد من يعني المصارف الكبيرة أبو ظبي الوطني أبو ظبي التجاري والإسلامي وبنك الخليج الأول، كذلك الأمر بالنسبة إلى الدار العقارية ومعظم الأسهم العقارية الأخرى. نعم سيد، في هذا أثناء حركة الأجانب في كلا السوقين كيف تراها؟ في على الأقل إذا رجعنا الأسبوع الماضي وبداية هذه الجلسة اتجاهاتهم بالتحديد. يعني بالنسبة للأجانب هي عمليات الشراء في خلال الأسبوع الماضي تشير الإحصائيات إلى استحواذها لأكثر من أو حوالي 45% من قيمة الشراء التي حصلت خلال الأسبوع الماضي هاني. بالنسبة في سوق دبي المالي بالتحديد كان هنالك كفة الشراء هي الأرجح بالنسبة للمؤسسات والأجانب بشكل عام، كان الأفراد والمحليين هم كفة البيع هي الأرجح في سوق دبي المالي.